صباح الخير على كل حبايبنا ومشاهدين القناة. نشكركم على التعليقات الجميلة وتفاعلكم الجميل معانا اخواتنا وحبايبنا. طبعا احنا بنبدأ يومنا كل يوم بعد صلاة الفجر، نبدأ نطلع بقى نوكل الطيور بتاعتنا. بنشكر حبايبنا اللي قالوا لنا نشيل الوز من هنا عشان العرسة، هما لسه صغيرين. انا عايزة اوريكم بس الوز بتاعنا ما شاء الله. انا عايز اقول ان هو في الكاميرا صغير لكن في الطبيعة يعني احجامه كبيرة ما شاء الله. ايه؟ انا همسك واحدة عشان يعرفوا الحجم لان هما شكلهم صغير قوي في الكاميرا. ما شاء الله صحة حلوة يا ما شاء الله، والعرس ما تقدرش عليهم لان هما ثلاثة كبار يعني بيدافعوا عنهم. طب احنا قللنا كمية المية عشان الخرسانة زي ما انت قلت لنا فعلا حافظنا عليها فعليا، بس كده عشان يخشوا يستحموا. هم عايزين يدخلوا ده نضفوا بقوا جماعة. بالنسبة لأكلهم كمان بنديهم عرف ممتاز. صوته فظيع. لا 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 رسول الله. خلاص خدوا الفيوم ده. الا ايه ده؟ ده في واحدة ميتة بينها. لا حول ولا قوة الا بالله. ده اللي كان عرفها ازرق. دي اللي كان عرفها ازرق. طب ابعدها عن العش، ابعدها عن العش. عبارة عن هيكل عظمي. هيكل عظمي ما بتاكلش. بتاكلش بتاكل. معرفش فين. كده الأسبوع ده كان فيه خسائر جامدة. مش عارفة في إيه بالظبط. الوزة وادي الفرخة ديت وقبلها فرخة كمان مش عارفة في ايه. الحمد لله الله قدر الله ما شاء فعل ربنا، بس يبارك في الموضوع. مشكلة الفراخ الفيومة عندي انا عارف سببها ليه، هم ضعاف برغم ان سلالة الفيومي من اقوى السلالات في قوة المناعة. انا عايز اقول لكم ان سلاله الدجاج الفيومي من السلالات اللي بتتميز بمناعه قويه جدا جدا، ولكن اللي موجودين عندي دولت هم اخوات من اخوات من اخوات من اخوات من اخوات من حضار يعني وراثي، ما حصلش فيهم تجديد في الدم من اجيال، فحصل عندهم انحدار وراثي وضعف، وده اللي انا عملته وصححته لان انا مش لاقي اصلا فراخ فيومي خالص في المنطقه اللي موجود فيها. الوحيد اللي عنده فراخ فيومي هو اللي واخد منه اصلا الفراخ الفيومي اخواتها. فاحنا طبعا هجينا الفيومي مع البلدي وباذن الله تشوفوا التهجين مع بعض باذن الله يفرخ وربنا يسهل الحال والبيض يطلع وهننتج سلاله قويه جدا باذن الله من هجين الفراخ الفيومي والبلدي. تعالى يا هند، تعالى تعالى يلا. طبعا اليوم اللي بكره فعلا جاهز بيبقى يوم بالنسبه لي انا سهل،
اما بالنسبه للخسائر اللي بتحصل دي فده شيء طبيعي يعني. ده عادي. ده عادي. الثلاثه دول بتاعت. امشي ده. البطل المصري ده انا مش عارف هل نستمر في تربيته ولا نبطله. مش عارف. ممكن نستبدله بنوع تاني. لا انا عندي فكره حلوه. تعال نجيب لهم ذكر مسكوفي حلو. نشوف كده. ايوه. اهو. ذكر مسكوفي هيجيب لنا سلاله ممتازه. لا يا ام عبد الرحمن انا بفكر اجدد السلاله خالص واجيب بط صغير من بره بس انا خايف من الامراض. لا 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 انا عايزه اجيب بس ذكر مسكوفي بس يكون كويس. هيجيب لنا لحمه وبيض. الفراخ الهجين بتاعتنا اللي احنا مطلعينها من الفقاسه. بسم الله ما شاء الله. عندهم بيض ولا حاجه؟ لا انا جايب البيض. طيب. طبعا يوم العلف ده بالنسبه لي انا بيبقى يوم اجازه. بعتبر يوم اجازه. مفيش شغل كتير. بكب العلف وبغير الماء وخلاص لان اليوم بقى اللي بعمل فيه التركيبات ده بيبقى يوم باخد وقت طويل جدا. الحمد لله. الحمد لله على كل حاجه. خسرنا مجموعه من الدواجن ولكن ربنا سبحانه وتعالى عوض زي ما هتشوفوا في الفيديو دلوقتي وهتعرفوا ان ربنا سبحانه وتعالى عنده عوض كتير وزي ما بقول لكم دايما لازما كل مربي الدواجن يعرفهم ان في خساير وفي مكاسب. هي كده مفيش حاجه كامله. مستحيل تلاقي حاجه كامله. الدنيا اصلا مش كامله. لا يمكن تلاقي مكاسب باستمرار باستمرار لاسباب كتيره جدا. ممكن يكون موت طبيعي، ممكن تكون اصابه ببعض الامراض، ممكن تكون اهمال من المربي نفسه، ممكن طبيعه الطائر نفسه هي اللي تسبب في حاله الوفاه دي. اللي انا شايفه ان الفرخه اللي ماتت دي مش عارف، اولا خفيفه جدا، وزنها خفيف جدا جدا. الصدر عباره عن هيكل عظمي ما فيهوش لحم خالص خالص، ما فيش اي نوع من انواع اللحم. المعده فاضيه خالص ما فيهاش اي اكل. مفيش في المخرج اي نوع من الاسهالات خالص نهائي. المخرج نظيف زي ما انتم شايفين كده. والراس زرقاء. زينا عندها يعني مشكله في الدوره الدمويه ولا هو موت طبيعي. بدليل ان اخواتها صوروا كده اخواتها مع عبد الرحمن والديب بتاعهم. نشيطين وكويسين جدا وبيبيضوا كويس. الحمد لله رب العالمين ان انا بحمن بحتفظ دايما ببيض الفيوم. دايما دايما باستمرار انا بحافظ على بيض الفيوم. طبعا كتير من متابعي القناه طلبوا مني الفيوم وانا ما اديتش حد فيومي خالص. لان الفيوم اللي عندي الموجود حاليا زي ما قلت لكم في اول الفيديو هو عباره عن اخوات في اخوات في اخوات في اخوات بدون دخول دم غريب نهائيا في وسط القطيع من اجيال متعدده. وده ادى لحاله من الانحدار الوراثي زي ما عبد الرحمن قالت. وحاله الانحدار الوراثي باختصار هي عباره عن الاجيال القادمه بتكون اجيال ضعيفه، بتكون اجيال معرضه ان هي تكون حامله للامراض. احنا عارفين دايما التهجينات دايما باستمرار، دايما التهجين بيديني ناتج وبيديني انتاج اقوى من الاباء، ودايما بيكون الانتاج اقوى من الاباء واقوى من الامهات، وبيحمل الصفات سواء كانت الجيده سواء كانت السيئه من الاباء والامهات. ولكننا احنا في التهجين بتاعنا مش تهجين عشوائي. يعني انا لما بهجن بهجن ما بهجنش تعيين عشوائي، تهجين عشوائي. دايما باخد السلالات القويه والطيور القويه سواء كانت من الذكور ومن الاناث التي تحمل صفات انتاجيه قويه. انا لا يهمنيش الشكل
ما يهمنيش مظهر الطائر، ما يهمنيش لون الريش، ما يهمنيش شكل المنقار او شكل العرف، كل الاشياء دي لا تهمني بالمره. اهم شيء عندي هي قوه الانتاج. زي ما بتشوف في فيديوهات بسم الله ما شاء الله، عندنا الدجاج البلدي العادي خالص بسم الله ما شاء الله عليه في قوه انتاج البيض. احنا يعني الحمد لله رب العالمين بنفرخ منه مع عبد الرحمن وبناكل منه وبنبيع كمان ايه؟ ايوه وبنبيع كمان منه. وبرغم انه دجاج بلدي عادي، ولكن الدجاج البلدي اللي عندي ده انا شغال عليه من اجيال طويله على قوه المناعه الضعيفه من البحه، الصغير في الحجم من البحه. فمن المجمل ظهر عندي جيل من الدجاج البلدي متميز جدا. خدنا الديك الفيومي حطيناه مع الدجاج البلدي عشان ناخد صفات او الكتاكيت اللي هتخرج باذن الله هتكتسب صفات ايه؟ الانتاجيه العاليه من الدجاج البلدي، تحمل صفه انتاج البيض بكثافه من الدجاج الفيومي، وكمان هتشيل كمان مقاومه الامراض، وهيبقى فيها صفه مميزه وهي صفه قوة المناعة، سواء كان من الفيومي او من البلدي، لان النهاردة احنا هنعمل كتكوت لا يحمل صفة الانحدار الوراثي وما عندهوش انحدار وراثي باذن الله. كده كده تخرج بسلام باذن الله. احنا ام عبد الرحمن الخزانة اللي هي دي، ام عبد الرحمن تعالي كده، الخزانة دي اللي كان فيها الرومي. ايوه دي اللي كان فيها الرومي. طب احنا قللنا اعداد الرومي خالص، برضه متابعي القناه كتير قالوا لي يا ابو عبد الرحمن قلل اعداد الرومي، خلي عدد بسيط لان انت عندك مفرخ، وجود المفرخ والدجاج الهندي خلانا احنا مش مضطرين ان احنا يعني الرومي يبقى عندنا بكثافه. فاضل بس عند الروميه الرائده دي، اول ما ترقد باذن الله، اول ما تطلع البيض بتاعها، الخزانه ده هتتفضى تماما وهتتطهر تماما، وهنجهزوها لانتاج البيض. دي هتبقى مخصصه لهجين الفيومي مع البلدي، نعمله وحده انتاجيه للبيض باذن الله. باذن الله الانتاج الايه؟ البيض. البيض اللي هيطلع يا ام عبد الرحمن من هجين الفيومي والبلدي وراثيه وراثيه، هيبقى فيه منه فيومي نقي، هيبقى فيه منه بلدي نقي، هيبقى فيه منه هجين بلدي وايه؟ وفيومي. ايوه باذن الله. وده هيبقى قوي، ده هيبقى قوي، ده هيبقى ايه؟ قوي ان شاء الله. مش هيبقى عندهم انحدار وراثي باذن واحد احد، وهيبقى سلاله كمان اقوى. انتوا دايما زي ما بقول لكم، دايما عندنا هنا في البيت ودايما بطريقه واسلوب التربيه بتاعتنا، دايما الاجيال الثانيه بتبقى اقوى من الجيل الايه؟ الاول. لان الفيوم اللي جالي ده يعتبر جيل اول، لكن انا باذن الله الانتاج بتاعي هيبقى الجيل الثاني بتاعي هيبقى اقوى بكتير بكتير باذن الله من الجيل الاول. طبعا بشجعكم على اجراء التهجينات، ولكن اجراء التهجين بدون علم وبدون خبره ممكن يديني نتائج سلبيه. لازم التهجين يكون في نوع من العلم وفي نوع من الخبره وفي نوع من الانتقائيه في الصفات الوراثيه. ما خدش طيور، يعني من اجمل التعليقات اللي انا قريتها، تعال بس انتقل لجزء ثاني كده، من اجمل التعليقات اللي انا قريتها، وبسم الله ما شاء الله عليكم متابعين القناه عندي بسم الله ما شاء الله عليكم خبره كبيره جدا في تربيه الطيور، انا بنستفيد منكم كتير. من التعليقات الجميله قال لي يا ابو عبد الرحمن لو انت هجنت الفيومي مع الهندي انت خسرت صفه انتاج البيض واكسبت الطيور اللي هتخرج عندك صفه الرقاد، ودي صفه غير محببه في الدجاج الفيومي. ولكن برضو من التعليقات الجميله اللي جات لي قالت لي يا ابو عبد الرحمن عاوزين نشوف تهجين الساسو مع الهندي. هو هنا بقى ذكاء متابعي القناه. تهجين الساسو مع الهندي اتوقع ان هيديني كتكوت كبير الحجم ذو صفات لحم ممتاز. انت عارفين ان الساسو هو دجاجه انتاج لحم وليس انتاج بيض، والهندي مواصفاته الانتاجيه في اللحم عاليه جدا. لما انا اخد الساسو مع الهندي باذن الله هيديني كتكوت مميز جدا في انتاج اللحم، ولكن لو انا خدت الهندي مع الفيومي هيديني صفات سيئه انا مش محتاجها. لما اخد الفيومي مع البلدي هو ده فعلا التهجين الصح. يبقى احنا باذن الله في الايام القادمه باذن الله باذن واحد احد هناخد ديك الساسو هنهجنوه مع الفراخ الهندي، وهناخد الديك الهندي نحطوه مع الدجاج البلدي. ليه؟ لاكساب الدجاج البلدي صفه الرقاق. يبقى الكتكوت اللي هيطلع من هجين البلدي مع الهندي هيرقد على البيض، ودي صفة محببة جدا عندنا هنا في مصر،
للناس اللي بتعاني مشكلة في وجود المفرخات أو انقطاع الكهرباء أو غلاء أسعار الكتاكيت. كل الناس النهاردة عندنا هنا في مصر بتدور على الفرخة الفلاحي اللي بترقد على البيض. كمان الكتاكيت أسعارها زادت بشكل مبالغ فيه. فإحنا بإذن الله هنخوض التجربة مع بعض، هنهاجم الساسو مع الهندي، وهناخد ديك الهندي نحطوه مع البلدي عشان بيسمونا عندنا في مصر البزراميط اللي هو صالح للرقاد. وكتاكيت بإذن الله، بإذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نفرخها وتقدروا تتحصلوا عليها من خلال قناة وفر في بيتك منوعات. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. طبعا الخسارة اللي بتحصل ديت دي شيء طبيعي جدا. أنا عايز أقول لكم أم عبد الرحمن كمان تأيدني في هذا الكلام، إن الخسارة اللي بتحصل دي أقل خساير من أعوام طويلة. لا ده إحنا الحمد لله، ده إحنا كده في نعم. أيوه يعني أنا عايز أقول لكم الصبح بسم الله ما شاء الله مليان طيور زي ما أنتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. في سنة من السنين كانت أيام إنفلونزا الطيور ولا نيوكاسل أي بي؟ الاثنين. أنا فاكر إحنا جبنا شروة بط من السوق. شروة بط صغيرة. آه. حطيناها في خزانة من الخزانات. أول يوم لقيت بطة ميتة. بدون مبرر. تاني يوم لقيت بطة ميتة بدون مبرر. تالت يوم بدأ السطح كله يموت. بدأ السطح كله يموت. أنا كان السطح عندي هنا ما فيهوش ولا طار. كان صحراء. فاكرة يا عبد الرحمن انا كنت بعبي الفراخ وكانت سلالات اقوى كمان من السلالات دي. احنا كنا مهجنين وكنا عاملين سلالات جميله. كنا لسه فتحنا القناه. وكانت سلاله قويه جدا وكانت سلاله منتجه للبيض. وكنت عامل مشروع، انت فاكره ايامها كنت عامل مشروع البيض. كنا عاملين مشروع البيض البلدي. والسطح ده اتمسح تماما من كل انواع الطيور، كلها اتمسحت تماما. وقعدنا حوالي 3 شهور من غير ولا طائر في البيت عشان وطهرنا ونظفنا ورشينا الصبح كله بالكامل بمطهرات وبدانا نربي طيور تاني من اول وجديد. كل المربين معرضين للحوادث ديت، فانا ما بزعلش وانتوا كمان ما بتزعلوش. وانا عارف ان جالك تعليقات كتير قوي على فيديو موت الوزه، قالوا لي يا عبد الرحمن واحنا كمان حصل معانا برضو نفس الموقف ده. كل المربين بيتعرضوا لهذه المواقف وانا مش زعلان، قدر الله ما شاء فعل. في نهايه الفيديو نقول لهم ايه يا عبد الرحمن؟ نقول لهم ان احنا بنشكركم على تفاعلكم الجامد جامد قوي مع القناة ومعانا. انتوا طبعا اخواتنا وانتوا دايما حبايبنا اللي بتنصحونا بالحاجات اللي تنفعنا، واحنا برضو ننصحكم بالحاجات اللي احنا نعرفها. بنشكركم، وياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة للي ما اشتركش، وياريت نفعل الجرس. والناس اللي ما بتوصلهاش الاشعارات نقفل نشيل الاشتراك ونرجع نشترك ونفعل الجرس من اول وجديد عشان الاشعارات بتاعت الفيديوهات توصلكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنترككم في رعاية الله.